ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم الاحد 17 اكتوبر تشرين الاول 2021. غدا عليك التفكير العميق والعمل الدؤوب والموقف المنظم، كما انه يرفع من خصالهم المتواضعين والسخاء والمخلصين زي الصفات الحسنة، لذلك على وجهات نظرهم الموجهة نحو التفاصيل وحبهم لقضاء وقتي بدلا من التواصل الاجتماعي، ويؤكد أيضا على حاجتهم المستمرة إلى الكمال، كما أنه يساعد على تحقيق التوازن بين السلبي والإيجابي، وتحلل كل شيء وكل موقف قبل الوصول إلى أي استنتاج، وأحيانا تحلل بشكل مفرط أيضا، والتي يجب تجنبها وفقا لبرج العذراء. عاطفيا، صحة الحب تمنحهم الرضا والسعادة في العلاقة مع الجنس الآخر. ينجذب العذراء إلى الأشخاص الأكبر سنا منهم، ويتوقع ذلك. أيضا هناك دائما خوف من الجهل في أذهانهم، إنهم يحتاجون إلى حماية ورعاية مستمرة وتدليل من شركائهم، فإنهم ينجذبون عقليا إلى أكثر من برج وجسديا إلى برج الجدي. مهنيا، يستحوذ غدا على تركيزنا على الحقيقة. يمكن أن يأخذهم هذا النهج الاجتماعي لمسافات طويلة في المسار الوظيفي، وده بيعني أيضا أنهم بيتصرفوا بشكل أفضل في الظروف المعاكسة ولا يتورطون في ظروف معينة، ويقضي الكثيرون منهم في دورة للقيام بمهمة واحدة فقط بشكل جيد، بحيث تظل المشاريع أو المهام الصحية غير المكتملة جيدة. صحياً، تشير التوقعات إلى أن لديهم فرصة كبيرة للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي واضطرابات في المعدة. من الأفضل الحفاظ على نظام غذائي صحي ومغذي. جرب التأمل ولا تأكل أي شيء تحصل عليه على الأقل، إذا كنت تريد أن تبدو جيداً وتريد جسمك جيداً. ولذلك غدا ستكون قدرتك في ذروتها، وستؤدي بشكل جيد جدا في جميع مجالات الحياة، لكن لا تكن فخورا بهذا، لأننا نثبت أنه ضار جدا وسيقف أقربائك وأحبائك ضدك. أيضا يبدو الإعلان لكل البرج العذراء غدا أن متطلباته أكثر من اللازم، ويريد أن يكون الجميع مثلهم. في بعض الأحيان بيميل سلوكهم المنظم إلى أن يكون مزعجاً للأشخاص من حولهم، لذلك سيكون من الأفضل الحفاظ على السيطرة عليه. وبكذا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.